لاباس عليكم بخير هانيين، مرحبا بكم في فيديو جديد. حنا خارجين دابا في وليديه البنات، غادي نشوفوا الالعاب اللي بغات نورها قبل ما نمشيو. لا وانا باغا الشوايه ديال الحوت، وهي باغا الالعاب، وغادي نشوف انا والشوايه ديال اختي. ما يمكنش جيت لبلاصه الحوت وما نضربش الشوايه ديال السردين. راه شوف التصويره الوالديه الجديده، اسفي كاع هادو فيهم الحوت وحماديه شعري طالع. هما الالعاب اللي مبرطان عليهم نوران. نوران اش بالي لا طوبيلات ساعه. واه ها نور، ها شفتو شفت هادشي ديال الالعاب وراه ما تفلتوش. واش شحال يلا سير، عرفتو شحال وانا كنقول ليها تال من بعد بلاتي بلاتي وهاي يوم غدا اليوم غدا اليوم غدا دوري شنور هان. وهي نورهان عرفتو حارت في اللعبات، كانت بغات الصراحه هذه ديال الطوموبيلات ديال التساطيح، ولاني انا خفت عليها لا هي لا ندى. قلت لندى صراحه انا تركب معاها، لكن ندى رفضات. قالت لي اخر مره كانت ركبات فيها يعني منذ سنوات تخبطات ورعفات، فما بقاتش قدرات انها تركب فيها مره اخرى. صافي ولاو اختاروا هاد اللعبه هذه. في الاول انا ما كنتش عارفاها مزيان، حتى ركبوا فيها البنات عرفت ولات كتضرب بواحد السرعه، وكتبان لي ندى بحال داخل. وليت كنغوت على السيد اللي بتحكم فيها، قلت لي صافي حبس، لان مره كيمشيو على اليمين مره كيرجعوا على اليسار، يعني كيرجعوا اللور. صافي وليت تبان لي ندى انها خافت، ندى عندها فوبيا من هاد الحوايج هادو، ولاني تغلبت عليها. السيد قال لي ما تخافيش، راه انا الا بانت لي داخل ولا شي حاجه غادي نوقف. ايوا بقاو بحال ما كو، حتى سالات اللعبه البنات. هانتوما شفتو كيفاش مره كتمشي للقدام مره كترجع للور، داكشي علاش خفت انايا على البنات. صافي دوزوها. ايوا وحنايا نجيو عند لالا نور هان، بلات اللي شافتها بغاتها. ها هي غادي كتجري عند مول لا كلاص، خذات لا كلاص. صافي انا غادي نمشي دابا عند مول البوبوش، لان الصراحه تشهيتو، هما كان كيحساب لي مشكل الحمص، ساعه ما لقيناش، لقينا غير البوبوش بوحدو. ضربت بنتو جوج زلافات البنات وما شبعتش الصراحه، لانه لذيذ بزاف، وحتى داك الماء ديالو شهوه منه. انا بقيت كناكل في البوبوش وهما يمشاو. غادي هنايا كاين واحد السيد كيبيع الحريره حتى هو، صراحه اجواء شعبيه بامتياز 100%، عجبو البنات. انا هنا كنت متخوفه من الحريره، ولاني ملي دقتها فجيت عند ندى عجبتني، وليت انا خديت منها. نورها بقات تاكل غير في لاكلاص شويه، عقبت خدات الفريت حتى هيايا. غادي نلقى بزاف منكم اللي غيقولوا لي صباح هاد الماكله بحال ما هكا، واش ما تخافيش منها ولا. الصراحه لذيذه لذيذه البنات، دائما توكلوا على الله وقولوا بسم الله وجربوا اي حاجه. علاش؟ لان شي حاجه بعض المرات تكون غاليه وفي شي بلاصه اللي هي راقيه، وفي الاخر كتمرضوا بها. داكشي علاش قولوا بسم الله. نورهان عند 66 كشيفاه، دازت الحانوت ثاني شريت الشمس. المصورة ديالنا نادا من الصباح هي تتصور فيا في بوزات. تتصور فينا نادا بوزات. جينا لهنا لهذا المنظر ندور لكم البنات، غزال واعر. هانتوما البنات، هذا هو اللي تيطل منه الشرجم عندي في الدار اللي كريت. جينا قالت لي ندى ماما يلا نهبطوا، الناس ها هما راه بداو كيطلعوا. شفتوا هانتوما الناس بداو كيطلعوا باش يمشيو في حالاتهم. دابا فاتت 6 ديال العشيه. ايوا تنجلسوا تنتمنظروا هنايا في هذا السور هذا، غادا نمشيو في حالنا. هانتوما البنات ضروري شويه ديال الحوت، وشوفوا الزحليقه ليا حتى هي، شوفوا الزحليقه، ضربوا ليا على الزحليقه. انا ضروري شويه ديال الحوت ناكلها مادام جيت للمدينه فيها البحار. هادي شويه ديال السردين واعره. عرفتوا البنات واحد البنه وواحد اللي بدا في الحوت، واحد الشبيشه وراك.
جات زوينه في التصوير. جات الدار واحد جات الدار. انا والله الا عرفتو الشوايه ديال السردين واعره البنات. الا جيتو شي مدينه فيها البحر ضروري تجربوا الشوايه ديال السردين حسن. يعني الحوت الاخر عنده واحد الطعم ولكن الشوايه ديال السردين عنده طعم اخر. جديدة وزوينة ورخيصة. أنا ما شديت لا أتاي لا سلطة لا حاجة عادي نتبنى نبيع ونوض ونمشي نعس. خير صباح النور. شوفوا راه صابحة الطواب دابا راه شوية لا بلاتي انا نجمعهم ليها نوض النور هي نوض. كانت البنات وعرس واحد الضبابة بحال في شهر 12 يوم حنا دابا راه صابحين كنجمعو نور هان. نور هان باقي لك هاد المانطا مجمعتيهاش. حنا كنجمعو في البيت في الصالة هي نويدة تاهي كتجمع جمعنا صافي لأننا غادي نشدو الطريق إن شاء الله. اي حاجه جمعناها فكنديروها هنايا باش نخليو الدار كيف ما لقيناها. انا بيتي ها هو جمعته وقعدت فيه غير الوسيدات والصابكين والسبرتيلتي باش نخليو الدار كيف ما لقيناها. البنات نبداو نهبطو دابا في الحوايج نزكي فيهم انا في الطوموبيل بينما كملنا الجميع ونشدو الطريق ان شاء الله. حنا كنزكيو في الحوايج شدكات تما وين وفين غنجلس هنا؟ واه تابعاني تزكيتي تابعاني تزكيتي تابعاني بشويه نضاضر هادو قال لا راه من قدام نضاضر. جيتي تبرع شعري تيقول لي عافاك ما شديناش للصهد عرفتو دابا راه مغيمة الدنيا غير نصح كلها في هاد الوقيته راه الصهد. ماما امتى نرجعو؟ يلا بنتي يلا نهار نديرو دار نديرو العروي ولا امتى غنرجعو لقيت صافي. ايوا انا فين نجلس؟ من هنا كريشة كريشة كلشي عندك كريشة. لا اختي انت انا كان عندك كلشي مشكل انا مشكل. ونور هنا البنات يلا طلعنا في الطوموبيل دي مارينا مازال ما خرجناش من الوالدة حبستنا على الفطور. استنى لحظة وبغيت الكعك. وقالت لك وبغيت الكعك. كاين هنايا الكعك كيتباع ديال اسفي. قالت لي انا صافي حنا غاديين اختي في الطريق غادي عنعسو وماما هي اللي غتسوق حتى تنقربو نوصلو ولا تنوصلو عاد نفطرو. قالت لك والله ما تحرك ولا ما كليتش. لا انا مش في العدد.
قالت لي انا مشكله عندي انا اختي خصني نفطر مع راساتي وملي نوصل غيتصاب ضربني الجوع غيتصاب بقيته ديال الغدا خصني عاوتاني نتغدى زعما غادي نوير هنا علاش نضاقت الكعك ولا تقول يا ماما صافي شري لنا منه زيدي لنا منه هنايا زويون اللي 40 درهم الكيلو البنات ناخذ الزو حليقه سيده زو حليقه سيده زو حليقه سيده نورهان قال لك زو حليقه هكاك قدي عقصك قدي عفرافرك ديال تريكوك نور هذا عالم ديالها خاص بوحده الصراحه كتعجبني لانها عايشه ما على بالهاش عايشه العفويه ديالها وكل لحظه تستغل زعما ما شفتها بعد عام يلا نتسناو الفطور تتيجيبو لنا وعلى الزحليقه هاني مادموزيل الزحليقه تضرب لك في الرغويه الاولى خدي فرافرك هيا يلا جاب ليها بشي بان وشوكولا يا ترى في الشوكولاته الزحليقه يلا افطري ليا مع راساتك نادى حتى اختي التليفون حتى التليفون يلا افطري 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 بدك ستي تضربي الرغويه الاولى وهذاك الشيء اللي كانت زويله تنقول لي جلس ما بغى يجلس هاد الشعر هذا مشى هكاك البنات سالينا الفطور ومشينا شرينا النور هان الكعك اللي فاضحانا عليه وشرينا لاسطا العوسطا حسبوا لي ب 600 ريال قلت لي لا خويا لاسطا ولا راه 260 ريال تيديروا صافي وعكب داروا لي في كرتونه ايوا وحنا شادين الطريق دابا البنات ما سخيناش بكم في هذا الفيديو ولكن الله غالب ما نطولش عليكم اكثر من هكا البنات المهم حنا شادين الطريق فين غادي نمشيو ان شاء الله بقاو معنا حتى الفيديو الجاي نوران قول لهم السلام عليكم السلام عليكم البنات وتهلاو ليا في راسكم وشكرا لكم اللي خطيكم علينا باي باي نلقاو في الفيديو الجاي